الملف النادي الافريقي اللي صار فيه وتسميتك الهيئه التسييريه في الفتره ذيك ومحاوله ايجاد حلول تعتبر انه مشكله النادي الافريقي في الفتره ذيك هي ازمه امن قومي به الوزاره بالنسبه ليا نعتبر انه الوزاره وافقت 100% في الملف بتاع النادي الافريقي كيف عملنا كلجنه الهيئه التسييريه لا بروف انه سيليونتي ما مشاش شكي اذا كان اعتبر انه صار تعسف عليه رغم الغدوه مشى للمحكمه الاداريه رغم عمل القضيه استعجاليه اور نحن اش عملنا ناس عندهم المشروعية بالنسبة للنادي الإفريقي ثلاثة من الناس هذوما وتلقيت معهم وحكينا مع بعضنا وكل شيء وهو اللي وقع تعيينهم سيد محسن طرابلسي زي العابدين الوسلاتي ومهدي الغربي هذوما عباد فوالا ودير معناتها قاموا بال يعني الوظيفة نتاعهم بالوظيفة نتاعهم في أحسن على أحسن وجه دونك بالنسبة للوزارة من الملفات اللي وافقت فيها مشكلة أمن قومي النادي الإفريقي في مشكلة أمن قومي راهو لازم تعرف قداه معناتها الأحباب تاع النادي الإفريقي وتعرف أنه عطاوها سينيال أنه ينجم يكون ثم عنف ينجم يكون ثم راهو كيفاش معناتها الناس ولات انكونترولابل إذا كان ما قمناش بالمسألة هذية راهو كانت تصير مسائل لا يحمد عقباه والحمد لله والحمد لله تعتبره سايب وناجح أولا ناجح وحتى على المستوى القانوني البحث وفقنا في الإشكال هذا واضح ملف آخر قانوني هو بسرعة مالوريزمون الوقت خلينا معاك ملف الجامعة التونسية للكرة الطائرة سيد فراس الفيالح شبهات فساد في التصرف المالي والإداري نائبة أيضا سامي عبو تكلمت في الموضوع رسلت الكنوت وغيره فلوس البطولة العربية وما إلى ذلك أنت أيضا كان عندك لقاء مع سيد فراس الفيالح شنو كان الكواليس شنو صار انا ها انا عندي تقرير التقرير اكابلون على الاخر بالنسبه للسيد فراس الفالح ما حبيناش نحلوا الجامعه التونسيه للكره الطائره ازحنا شخص سي فراس الفالح وراه لا ديسيجن اي تي بريز ونحن اون ساتوندي اسكو من بعد السيده كتبت الدوله معناتها المي اون فورم الديسيجن هذه وتجيح ونعاودها الديسيزيون اي تي بريس المشكل لم يقع تفعيل يعني القرار هذا زاد كيف كيف يطرح العديد من الاسئله على المستوى القانوني جماعه اخرى اقوى من الوزاره لا اقوى من الوزاره لا هذه ما عندها حتى دخل معك هنا الوزاره هي اللي خذت القرار دونك الجامعه هذه ما تطبقش على خاطر ما بعدكش لوزير ما كملش